Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بإمكانكم متابعتي على صفحاتي على الفيسبوك التي أيضا تبث هذه الفيديوهات بالإضافة إلى القناة على اليوتيوب. معكم أنا دع الديبو. Let's begin. Unit 6, My Daily Routine, Exercise 1, Listen and Read. What do you do every day? I ride my bike to the park. I always brush my teeth and wash my hands. I usually tidy my bedroom. I sometimes use my computer. I often read a story with my grandfather. I never stay late at night. سوف أعيد مع الترجمة. My daily routine هو روتيني اليومي أو عاداتي اليومية. What do you do every day؟ ماذا تفعل كل يوم؟ مثل ما كن شايفين المدرسيك عم تسأل، عم بيقول I ride my bike to the park. أنا أقود دراجتي إلى المتنزه. I always brush my teeth and wash my hands. أنا دائما أنظف أسناني وأغسل my hands يدي. I usually tidy my bedroom. أنا عادة أرتب غرفة النوم. I sometimes use my computer. أنا أحيانا أستخدم حاسوبي. I often read a story with my grandfather. أنا غالبا أقرأ قصة مع جدي. I never stay late at night. أنا أبدا لا أبقى متأخرا في الليل. هلا في عندي بزاوية دعونا نتعلم let's learn. في عندي ظروف التكرار اللي هي always دائما usually عادة often غالبا sometimes أحيانا never أبدا لا. مثل ما كن شايفين الجدول، يعني إذا always نحن مشتغل الشغلة بالأسبوع 5 مرات، usually مستخدمة 4 مرات، often مستخدمة 3 مرات، sometimes مستخدمة لهي الشغلة مرتين بالأسبوع، أما never يعني ما بنستخدمها ولا مرة بالأسبوع. أوكي، ونحن عادة مستخدمة هون مع واستخدموها مع الحاضر البسيط وحطوا هاي ظروف التكرار بين الفاعل والفعل. اوكي exercise 3، هون انا عندي محادثة ask and answer. What do you do every day? I always wash my face. يلا كل واحد كمان يختار شيء ويحكي فيه. What do you do every day? What do you do every day? I always wash my face. I always read a book. I sometimes play football. حسب شو بتحبوا انتم من هدول، او حسب انه هي دائما ولا عادة ولا غالبا ولا احيانا انتم عم تشتغلوا ولا هي الشغلة. اما الاكسرسايز 4 فهو نشاط صوتي صفي، ما عم اتدخل فيه ابدا، هذا نشاط ضمن الصف حسب ارشادات المدرس. Exercise 6, listen and sing. هون بدي أعمل أغنية. What does your friend do every day? He always goes to school. He sometimes reads a story. He often speaks English. He never eats in the class. What does he do every day? He never runs. He never shouts. He always helps me and I always help him. Exercise 7، في عندي هدول الأحرف. هلا هدول الأحرف نحن منقول لهم جي آر أو منقول له جي آر. هون مثل مثلا grass grapes. grass يعني عشب وgrapes يعني عنب. الحاضر البسيط، الحاضر البسيط وهو عمل يحدث بشكل متكرر أو عمل يحدث كل يوم، كل شهر، كل سنة. Every morning كل صباح، every afternoon كل بعد الظهر، every evening كل مساء. إذن هو عمل يحدث بشكل متكرر. النقطة الثانية، ألف جملة الحاضر البسيط من أولا فاعل ثم فعل ثم تتمت الجملة. مثال example I play with my friends. I play with my friends. النقطة الثالثة، نضيف للفعل اسم مفرد الغائب عندما يكون الفاعل he, she, it أو مفرد. يعني الجملة الأولى أنا قلت I play with my friends. I play with my friends. الفاعل هنا I. سوف أستبدل I بالفاعل he. ماذا تصبح الجملة أو كيف تصبح الجملة؟ تصبح he plays with his friends. انتبهوا هنا إلى الفعل play، لقد أضفت له S المفرد لأن الفاعل لدي هنا he. Welcome to the activity book unit 6, my daily routine. Exercise 1, look, read, and write. هون بدنا نطلع وبدنا نقرأ وبدنا نكتب. عندي often غالبا، never أبدا لا، usually عادة، sometimes أحيانا، always دائما. وأنا حكيت إنه هدول ظروف التكرار نحن
بستخدمهم مع الحاضر البسيط وبنحطهم بين الفاعل والفعل بالجملة. مثلا when Roy Farag washes his hands with water and soap. روي حطوا، ما بعرف شو بدكم تحطوا ظرف تكرار، يغسل يديه بالماء والصابون. عندي تو ميج فراغ uses his computer، يستخدم حاسوبه ميج. ثري وي فراغ ران ان ذا ستريت، نركض في الشارع. فور ماي فريند فراغ ريدز ا ستوري، صديقي فراغ يقرا قصه. فايف اي فراغ هيلب ماي سيستر، انا فراغ اختي. Exercise 2 read complete with never or always، يعني بدي استخدم never او بدي استخدم always and say وبدي احكيها بدي اقولها. يعني عندي when I فراغ go to school at the weekend، انتبهوا انا فراغ اذهب الى المدرسة بعطلة نهاية الاسبوع. اذا حطينا never يعني انا ابدا لا أذهب إلى المدرسة بعطلة نهاية الأسبوع، إذا حطيت always يعني أنا دائما أذهب إلى المدرسة بعطلة نهاية الأسبوع. راح أدلكم إياها مع never ومع always وأنتوا اختاروا. When I never go to school at the weekend ولا I always go to school at the weekend. ويا ريت إنه تقولوها بصوت عالي مشان تحفظوا، مشان تكرروا، مشان لحتى تضل كل عمرها بذاكرتكم. أوكي، إذا نقول I never go to school at the weekend، هيك بضل قولها I never go to school at the weekend، I never go to school at the weekend. طبعا كنت تختاروا يا never يا always، أنا ما حكيت شيء. تو وي فراغ eat in the classroom، وي فراغ eat in the classroom. هلا إذا حطينا never يعني أبدا لا، نحن أبدا لا نأكل في الصف. إذا حطيت always يعني نحن دائما نأكل في الصف. خيار لكم، أنا ما عم بحكي شيء وبدي أرجع قولها مع الكلمة ورددها بصوت عالي وكررها عدة مرات منشان أنا أحفظها كل العمر. أوكي، three my brother فراغ washes his face and hands، أخي فراغ يغسل وجهه ويديه. four I فراغ speak English in my English class، أنا فراغ أتكلم الإنجليزية بدرس اللغة الإنجليزية أو بدرسي للغة الإنجليزية. أوكي، exercise 3 هذا نشاط صوتي صفي ما عم تدخل فيه وابدا ما بيروح على البيت، هي اهم نقطه. exercise 4 read and match، بدنا نقرا وبدنا نوصل، ويا ريت الحفظ تكرار 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 واعاده تكرار واعاده وحفظ. عندي 1 my mother usually cooks، امي عاده تطبخ. 2 I never do my homework، انا ابدا لا اعمل وظيفتي. 3 we always go to bed، نحن دائما نذهب للفراش. four Roy often visits، روي غالبا يزور. five they sometimes play home، أحيانا يلعبون. هلا في عندي بدي أوصل one two three مع A B C، خلنا نشوف A B C. عندي A at 8 o'clock، الثامنة تماما. B his friends on Friday، أصدقائه يوم الجمعة. C football in the playground، كرة القدم في الملعب. D at school في المدرسة. E delicious food، طعام شهي. exercise 5 reorder، هون بدنا نرجع نعيد ترتيب الكلمات اللي موجودة عندي اياها. انا عندي هون جملة حاضر بسيط وفيها ظرف تكرار واللي هو always، فانا هون بصير الجملة فاعل always فعل اساسي وتتمت الجملة. عندي الكلام بالجملة الاولى، عندي تيد يلي هو تيد اسم شخص، brushes يفرشي، teeth أسنان always دائما، وعندي his صفة هي ملكية فبصير أسنانه هون يعني إذا ضفتوها مع أسنان. two عندي sometimes the guitar my sister plays، انتبهوا هون كمان عندي فاعل ظرف تكرار فعل وتتمت الجملة. three chess often I in the afternoon play، كمان فاعل ظرف التكرار فعل وتتمت الجملة. هاي طبعا جملة حاضر بسيط مثل ما حكينا. exercise 6 write about your family، بدك تحكي عن عائلتك. 1 my father usually washes his car in the morning، أبي عادة يغسل سيارته في الصباح. كمان أخي أختي أمي. أوكي، طبعا انا هون كمان عندي جملة حاضر بسيط وكمان بدي احط فاعل ظرف التكرار ما تنسوا والفعل وبعدين تتمت الجملة. اوكي، وانا حطيت لكم قاعدة الحاضر البسيط مما تتألف الجملة بالحاضر البسيط وشو هي ابعادها. اوكي،